لازمة ديال اليوم كما كتعرف بان الفريق مختص في الاخير، هو واحد الهاجس نفساني اللي كيخيم على اللاعبين. دونك كما شفتوا المقابله اليوم اللي جمعتنا في مدينه بورشليم مع المغرب التطواني، المستوى التقني ديالها كان ما نقولوش كبير ولكن كان جد متوسط بحكم الفريقين. فريق كيتصارع على باش يجمعنا من القوقعه ديال الصف الاخير. كما قلت لك هاجس نفساني مخيم على اللاعبين. تحوا لنا فرص كثيره اليوم في المقابله اللي ما استغليناهمش طيله اطوار المقابله. المغرب التطواني تا هو تحوا الفرص اللي كانوا جوج الفرص اللي كانوا حقيقيين. فصراحه ما غاديش ندوي على التحكيم، دويت عليه المره اللي فاتت وندوي عليه. فكاين مسؤولين، الناس اللي مسؤولين على التحكيم هما اللي كيراقبوا، هما اللي يمكن يقيموا الاداء ديال الحكم. فاحنا بالنسبه للتقييم ديال الاداء ديال اللاعبين، كما شفتوا اليوم اللاعبين اداوا واحد المباراه في ملعب ديال مدينه برشيد اللي كان فوق المتوسط، لان الظروف والحظ ما ساعدش باش نخرجوا بنتيجه ايجابيه. نتمنوا ان شاء الله هذه المرتبه الاخيره اللي كتخيم على العقول ديال اللاعبين يخرجوا من هذه القوقعه هذه حتى انهم يحققوا نتائج ايجابيه، لان فريق اولمبيك فريق ما كيتساهلش هذه الرتبه هذه. بعد فوز بكاس العرش فريق كبير، فريق عنده لاعبين، عنده امكانيات. نتمنوا ان شاء الله نخرجوا من هذه الحاله النفسيه اللي هي الصفوف الاخيره، ونزيدوا شيئا ما في الترتيب ان شاء الله. من بعد فوز بكاس العرش كل شيء كان كيتنبأ انه فريق اولمبيك غادي يرجع. العجلاني اشتكى بعد فوز بكاس العرش انه يعني ما عندوش لاعبين بزاف في دوك التحتيات اللي يمكن له انه يعول عليه. سؤالي في شقين، هل سيستمر العجلاني؟ اذا استمر واش اولمبيك ريبلا غادي بالنسبه للاستمرار ديال المدرب العجلاني، هو الان هو المدرب الرسمي ديال الفريق، عنده عقده مع الفريق، وهو كما صرح بانه كتجمعوا مع فريق اولمبيك وخريب عقده وكيحترمها لانه مدرب محترف. هذا من جهه. من جهه ثانيه التصريح ديالو ديال اللاعبين كما شفتوا اليوم، ف عندنا واحد القائمه ديال اللاعبين اللي هي جد 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 محدوده. راه حتى اليوم كملنا بجوج لاعبين ديال الشبان في 96 وواحد في 95 اللي كملنا بهم احتياط، لان جوج لاعبين عندنا بليسين واللي عندنا البزغودي حتى هو خارج، وعندك لاعبين اخرين. فنتمنوا ان شاء الله ان نداكوا هذا الموقف هذا في هذا الوقت ديال الانتدابات، حتى اننا نجلبوا لاعبين اللي يمكن يملؤوا الفريق ويعطيوا واحد الاضافه بالنسبه للاعبين ديال فريق اولمبيك خريبكا. ملعب شكل موجود؟ الملعب اللي حد الساعه حنايا شفنا صور في الانترنت ديال الملعب ديال القنيطره بانه الكازون كاين وقصوه الناس ديال اسفي حتى هو، الا ان الملعب ديال اولمبيك خريبكا باقي ما كملش حتى في الرمله ديالو باش يكملوه. دونك كنشوفوا بان هذا تصور كيبان لنا بحال ان القنيطره واسفي هما اللي غادي يلعبوا كاس افريقيا. بالعكس فريق اولمبيك خريبكا كان هو الاول اللي تعطى الاهميه وسبق الملعب ديالو لانهم مقبلين على الشامبيونز ليغ. فالملعب ديالنا باقي متاخر ويمكن شهر ثلاثه او اربعه اللي كيبان لنا حنا. فنتمنى ان شاء الله ان الامور تسرع، لان فريق اولمبيك خريبكا الظروف اللي مر بها هذه السنه هذه كما شفتوا كاس العرش، فهو تنقل بزاف ديال التنقلات خارج الملعب وخارج، وغينا ثلاثه الملاعب تادلا واربعة ملاعب عندنا، لعبنا في تادلا ولعبنا في ميلان ولعبنا في مراكش ولعبنا في برشيد. فهذه كلها امور اللي كتعيق تحقيق نتائج، وكاين هناك عياء وكاين هناك اعطاب اللي بان بانه اللاعبين ديالنا غادي يتاثروا مستقبلا بصفه رسميه. شكرا.